سيواجه فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي في الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الربع النهائي بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا بهدف دون رد، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد. ويلتقي الفريقين ريال مدريد ونظيره تشيلسي يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة. وستقام هذه المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، وسوف يتم نقل أحداث المباراة على القنوات بين سبورتش القطرية. نتمنى التوفيق للفريقين.